قال سيمونير سيد الفرجاني وحبيب اللوز والسيد قشور ويقدموا في دروس في السجون، وهذا غير صحيح البتة. السيد الفرجاني كان مكلف بمأمورية في السجون، كان مكلف بمأمورية في وزارة العدل، وزار السجن مرتين ولا ثلاثة أكثر منها، وعمره ما ألقى محام. موضوع الدروس هذه الدينية والتوعوية في السجون التونسية، موضوع الناس كل توا كان لاحظتوا النقابات الأمنية مع بعضها، إذا كان واحد عمل ندوة الناس كل لازم نعملوا ندوة دون معطيات مدروسة. أنا تقريبا جل الصحفيين يتعاملوا معايا وفيني يكلموني نعطيهم المعلومة الصحيحة. توا عندنا وزارة شؤون الدينية، عندنا اتفاقية معاهم تم إمضاءها من طرف السيد وزير شؤون دينية والسيد وزير العدل في المكان هذا. وزارة الشؤون الدينية هي اللي توفر لنا الوعظ. وعادل زاد السيد الوزير طلب منا ان ماذا بينا يعطيونا لي سي في بتاعهم باش نعرفوه السيد هذا، يندرى هو قابل باش يعطي فكر نير ووسطي ولا باش يجيب لنا الفكر المتشدد. تو راسلنا وزاره الشؤون الدينيه حاجه اخرى، راهي الدروس الكل موثقه ومسجل ومراقبه من طرف اعواننا المكلفين بالتكوين والاصلاح. معناتها مش باش يجي هو وحده نحطوه في بلاصه هو والمساجين ويدمغجهم كما هي. قبل كان يتم هذوما اللي فيهم حالات من الشك قبل ما يدخلوا يدرب، هذيك علاش اثرت الضجه. اما انه نحن مجبرين محسوب النقابه هي اللي فقت بيه راهو السيد هذا، بالعكس هاو نزيد نقول لك اللي قال في الجريده في جريد اخر خبر، وانا غدوه انا ان شاء الله يصدر الرد بتاع الاداره العامه واتصلنا بها وفسحت لنا المجال. السيد اللي اعطى المعطيات وقال اللي هو تبنى الموقف ان نحن الناس هذوما خرجناهم جاي للوزاره وحب يرجعهم بالسيف، وزاد جاي للاداره العامه وحب يرجعهم بالسيف. يا ولدي الراجل راه متورط في قضيه نتاع حرق ولي في قبلي، راهو ماهوش السيد المنوبي خطرة المعطيات تفرق لمجرد انه متورط، ودرسناهم حاله بحال مع السيد الوزير ومع الوزارة حالة بحال باش ما نظلموش العباد، لأنه ما نحبوش نرجعوا لمتاع قبل، واحد يجي فيه تقرير مجرد الاشتباه نحيوه. ما هو الأغلاط السابقة لازمنا نتفاداوها، اللي ثبت عليه الكل تم وضحت لي 14 من 18 فيهم أحكام راهو الأحكام الصادرة و فهمتني؟ دونك بالنسبة للإصلاحيات وزاد الدعاة وغيره هو نفس الاصلاحيات. ها نقول الاصلاحيات عاد العلم عمره يدخل الاصلاحيات، واضح؟ والوعاظ يجيونا من وزاره شؤون دينيه، كان حتى وزاره شؤون دينيه باش نعودوا نشكوا فيها، وراه موضوع الدعاء موجود من عهد بورقيبه في تونس، وحتى قبل الثوره يجيونا الوعاظ ويعملوا دروس، وديما الدروس راهو صدقوني الدروس راهي مراقبه. لكن سي سوي سمحني، جمعية التوعية والإصلاح محسوبة على حركة النهضة هذا في المشهد الإعلامي التونسي، يعني أنتم علاش مش مجموعة؟ أنا راني أسمع علاش مش جمعية أخرى؟ سي منير يا سي منير، كل جمعية تقدمت فما نقول لك سي بشير بن حسن تقدم وحصل على الترخيص إلا أنه لم يدخل حتى سجن في تونس، ما دخلش حتى سجن في تونس. كل جمعية بعد قلنا يحترم الجمعيات وعملنا اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية اللي هي صاحبة الشأن في الوعد باش هانو هيكل منظم حكومي على الأقل تبدأ الرؤية واضحة معاك. يعني بطلب منكم أو من جهة أخرى؟ شنو؟ الدروس لا لا لا، كل إنسان بقى تجينا 100 جمعية في النهار، الطلبات من الجمعيات في التعامل مع السجون راهي مئات الجمعيات، نحن بالاتفاق معاهم ما عندناش حتى اشكاليه وما قصينا حتى جمعيه، وكان تجيك جمعيه تقول لك راهم اقصوني من التعامل مع السجون مستعدين باش نبدل الاجابه.